سئل على الحلقة إحدى المتابعات تقول يعني كيف الوصول للتعرف على الله عز وجل، حاولت جاهية أن أستشعر وجود الله عز وجل في القلب لكن للأسف لا أستطيع. هناك قنوات ثلاث سالكة لمعرفة الله: خلقه وفعله وكلامه. خلقه الآيات الكونية، وفعله الآيات التكوينية، وكلامه الآيات القرآنية. الآيات الكونية تتطلب منا التفكر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. فعل مضارع، المضارع يعني الاستمرار. في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومضى واحدة، الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني يدخل في جوف الشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض، وبينهما 156 مليون كيلومتر. وإذا قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج، أحد أبراج السماء برج العقرب. في بعض المتاحف الكبرى في أمريكا زرتها، وصلوا بخطوط بين نجوم هذا البرج، فإذا هي كالعقرب تماما. في هذا البرج نجم صغير أحمر متألق اسمه قلب العقرب، دقق الآن، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. يعني العلم ليس شيئا تحسينيا للإنسان، شيء يحقق وجوده. فإن عزف عن طلب العلم استمع إلى القرآن الكريم: أموات غير أحياء. نبض 80 مثالي، ضغطه 8-12 عند الله ميت. أموات غير أحياء كأنهم خشب مسندة طاولة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أوصاف قرآن. فلذلك الحاجة للعلم حاجة لتحقيق الوجود لا لكمال الوجود. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، إن أردت الآخرة عليك بالعلم، إن أردتهم معا عليك بالعلم.